السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالباتي حبيباتي طالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. وكما تعودنا قبل بداية شرح الدرس، ينبغي علينا أولاً التعرف على القيمة الأسبوعية، والقيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع هي أهمية العلم. هيا بنا لكي نتعرف معا على قوانين التعلم عن بعد. أولا، أختار مكان هادئ للجلوس. ثانيا، أتأكد من وجود كتبي وأدواتي. ثالثا، أجلس جلسة صحيحة أمام الجهاز. رابعا، أشاهد الدروس المصورة جيدا ثم أحل الواجب. خامسا، أحل واجباتي اليومية والأسبوعية في مواعيدها المحددة. سادسا، أعتمد على نفسي أثناء الحل. ولذلك حبيباتي، لابد أن نتبع هذه القوانين لكي نصل إلى النجاح والتفوق. وقبل أن نبدأ دراستنا بدرس اليوم حبيباتي، ينبغي علينا أولاً التعرف على كيف أحافظ على سلامتي وسلامة الآخرين وسلامة أصدقائي من فيروس كورونا. أولاً، يمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر. ثانياً، يمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر. ثالثاً، الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين. رابعاً، غسل وتعقيم اليدين بشكل دوري. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف على الهدف الأول، وهو أن تتلو الطالبة الآيات تلاوة صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى.
من خلال الصور التي أمامكم لها بيباتي، ما هي الأشياء التي أقسم الله تعالى بها في سورة الليل؟ هيا بنا حبيباتي. أحسنتم، الليل أقسم الله سبحانه وتعالى في سورة الليل بالليل والنهار والذكر والأنثى. أحسنتم. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما الأعمال التي أمرنا الله بها في الآيات؟ هيا حبيباتي. أحسنتم، بذل المال لوجه الله تعالى ومرضاته، اتقاء الله سبحانه وتعالى وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، ضرورة التصديق بالجنة والثواب الذي أعده الله تعالى لعباده فيها. وما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟ وعده الله سبحانه وتعالى بأن يرشده إلى طريق الخير والصلاح ويسهل له أموره في الدنيا. ما جزاء من ينفق ماله في سبيل الله تعالى؟ أحسنتم حبيباتي، يرشده الله سبحانه وتعالى إلى طريق الخير والصلاح ويسر له الله سبحانه وتعالى أموره في الدنيا والآخرة. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على مقارنة بين الأعمال التي أمرنا الله بها والتي حذرنا منها. الأعمال التي أمرنا الله بها: بذل المال لوجه الله، اتقاء الله، أن نصدق بالجنة وثوابها. وما نتيجة ذلك حبيباتي؟ يرشده الله إلى طريق الخير والصلاح، وأيضا ييسر له أمور الدنيا والآخرة. وهيا بنا ننتقل إلى الأعمال التي حذرنا الله منها. لماذا حذرنا الله سبحانه وتعالى؟ أحسنتم، أن من بخل بماله الذي أعطاه الله، ثانيا ترك عباية الله سبحانه وتعالى، ثالثا كذب بالجنة وثوابها. وما نتيجة ذلك أو ما نتيجة هذه الأعمال حبيباتي؟ أحسنتم، ييسر له أسباب الشقاء ولن ينفعه ماله الذي جمعه. والآن حبيباتي، على كل طالبة أن تقوم بفتح مصدر التعلم صفحة 29 وذلك الإجابة على السؤال ثالثا. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الأعمال التي أمرنا الله تعالى بها: من بذل ماله لوجه الله تعالى، اتقى ربه، آمن بالجنة وثوابها. النتيجة المترتبة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى من يفعل هذه الأعمال يرشده إلى طريق الخير ويسهل له أموره في الدنيا. هيا بنا حبيباتي، على كل طالبة أن تقوم بفتح مصدر التعلم صفحة 30 وذلك الإجابة على رابعا. قال تعالى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ما الأعمال التي حذرنا الله تعالى منها في هذه الآيات الكريمة؟ وما عاقبة من فعلها؟ الأعمال التي حذرنا الله تعالى منها حبيباتي ما هي؟ أحسنتم، بخل بماله الذي أعطاه الله تعالى له، ثانياً ترك عبادة الله تعالى، ثالثا كذب بالجنة وثوابها. طب ما عاقبة من فعل هذه الأعمال؟ أحسنتم حبيباتي، وعده الله بأن ييسر له أسباب الشقاء
وأن لن ينفعه ماله الذي جمعه. والآن حبيباتي، على كل طالبة أن تقوم بحل هذا السؤال بمفردها.